أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، يسرني أن أقدم لكم اليوم درساً في قواعد اللغة تحت عنوان الأحرف الزائدة، وسنتعرف في هذا الدرس على مجموعة من الأحرف الزائدة ومواضعها وبعض الشواهد حولها. أعزائي الطلاب، بداية دعونا نتعرف على تعريف الأحرف الزائدة. بداية أعزائي الطلاب، دعونا نسأل السؤال الآتي: لماذا تزاد بعض الأحرف الزائدة؟ وما الغاية منها، من هذه الزيادة لهذه الأحرف في لغتنا العربية؟ بداية نتعرف على الأحرف الزائدة. نقول بأنها أحرف لا تفيد معنى خاصا بها، وإنما تدخل لمجرد التوكيد. إذن الغاية من زيادة هذه الأحرف هو التوكيد. الآن نتعرف على هذه الأحرف الزائدة. من أشهر الأحرف الزائدة إن، أن، ما. وهناك أيضا أحرف الجر الزائدة، وهي من، الباء، والكاف. الحرف الزائد إن، يزاد هذا الحرف بعدما نافية، كما ورد في قصيدة المهاجر للشاعر نسيب عريضة، إذ يقول: ما إن أبالي مقامي في مغاربها وفي مشارقها حبي وإيماني. هنا جاء هذا الحرف إن بعدما النافية، وهنا نقول بأنه زائد للتوكيد. الحرف الزائد أن، يزاد هذا الحرف بعد لما الشرطية، كما في قول الشاعر أبو العلاء المعري: ولما أن تجهمني مرادي جريت مع الزمان كما أراد. نلاحظ بأن هذا الحرف أن سبق بلما الشرطية، هذا ما جعله زائدا للتوكيد. أما الحرف الزائد ما، فيزاد بعد إذا الشرطية، كما في قول الشاعر فوزي المعلوف: وإذا ما النسيم مر عليه فعليل أتى يعود عليلا. هنا نجد بأن هذا الحرف ما سبق بإذا الشرطية، وهذا ما جعله حرفا زائدا للتوكيد. كما يزاد الحرف ما للتوكيد بعد الفعل، فيكفه عن عمل الرفع، ويتصل الحرف الزائد ما بخمسة أفعال: شد، قصر، قل، طال، كثر. فتكف هذه الأداة ما، تكفها عن العمل فلا تطلب فاعلا، ونجد ذلك في قول الشاعر ناصيف اليازجي: طالما كنت واثقا بصفاء فأنا اليوم لست أرجو صفاء. يزاد أيضا الحرف ما إذا اتصل بإن وأخواتها، وعندها تكف عن العمل وتزيل اختصاصها بالأسماء وتجعلها صالحة للدخول على الفعل. نجد ما زائدة وكفت إن عن عملها في قول الشاعر جبران خليل جبران في قصيدته الغاب: إنما الناس سطور كتبت لكن بما. بعد أن تعرفنا على
الأدوات الزائدة للتوكيد إن وأن وما. نتعرف الآن على أحرف الجر الزائدة للتوكيد، وهي من، الباء، الكاف. نبدأ بحرف الجر الزائد للتوكيد من. يزاد حرف الجر من بشرط أن يكون المجرور نكرة بعد النفي وبعد النهي وبعد الاستفهام. إذن حرف الجر الزائد من للتوكيد يزاد بعد النفي وبعد النهي وبعد الاستفهام، وذلك لتأكيده وتعميمه. يقول الشاعر جميل صدقي الزهاوي في قصيدته حتى ما تغفل: أما من ظهير يعضد الحق عزمه، فقد جعلت أركانه تتزلزل. كما يقول الشاعر عبد القادر الجزائري: أسائل كل الخلق هل من مخبر يحدثني عنكم فينعشني الخبر. يزاد حرف الجر الباء للتوكيد أولا في خبر ليس وما، ثانيا في خبر كل ناسخ منفي، ثالثا في فاعل صيغة أفعل به، رابعا في فاعل أو مفعول الفعل كفى، خامسا في مفعول بعض الأفعال مثل سمع، علم، جهل، أحس، ألقى، مد، أراد، سادسا في المبتدأ. يزاد حرف الجر الباء للتوكيد في خبر ليس أو في خبر ما. قال الشاعر راضي القزويني: تمر الليالي ليس أمري بنافذ، ولا مطلبي يوما لديها بناجح. يزاد حرف الجر الباء للتوكيد في خبر كل ناسخ منفي نحو ما كنت بمهمل. يزاد حرف الجر الباء للتوكيد في فاعل صيغة أفعل به. قال الشاعر القروي: أكرم بحبل غدا للعرب رابطة، عقدة وحدت للعرب معتقدة. يزاد حرف الجر الباء للتوكيد في فاعل أو مفعول الفعل كفى. يقول المتنبي: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. يزاد حرف الجر الباء للتوكيد في مفعول بعض الأفعال مثل علم، جهل، أحس، ألقى، مد، أراد. يأتي حرف الجر الباء زائدا للتوكيد لتأكيد النفي نحو ألست بناصح لك، أو لتأكيد الإيجاب نحو بحسبك الاعتماد على نفسك. حرف الجر الزائد الكاف سمعت زيادة الكاف في خبر ليس نحو ليس كمثله شيء في الحياة. وفي ختام هذا الدرس أشكركم على هذه المتابعة، وأتمنى لكم الفائدة والنفع.